يسعد أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء، صوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بألف خير. نواصل المشوار في هذا اليوم في برنامج اربح مع عزيزة، شركة عزيزة شركة وطنية دائما وأبدا بامتياز لكل مناسباتكم. مستلزماتها متوفرة عند عزيزة، دجاج قطع كاملة ومقطع وكبدة وكل أنواع الدواجن متوفرة لدى عزيزة، وصحية طبيعية 100%. اليوم إحنا بالتأكيد في محافظة نابلس، هذه المحافظة الجميلة الغناء بأهلها وبناسها، محافظة الجمال والروعة. نواصل في مشوارنا بالتأكيد في هذه اللحظات، كل سنة وانت سالم ورمضان كريم إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. وعلينا وعليكم بالصحة والعافية ورمضان كريم، كل عام وانتم طيبين. الله يسعدك، تعرفنا عن نفسك. اسمي المختار نوفل محمد حرارة من غزة الشجاعية، باخذ كيماوي في مستشفى النجاح. ألف سلامة عليك وألف لا بأس عليك. سيدنا العزيز، بدنا نحاول نسألك سؤال هيك لطيف ظريف خفيف، تمام؟ بتعرف شو اسم أغلى وأثمن سمك في البحر الميت؟ البحر الميت، اللهم صل على سيدنا محمد، والبحر الميت هو ميت البحر الميت. شو يعني؟ فيش في موج. أنا بدي ربحك خاوة، بدي ربحك. إلك قسيمة شرائية بالتأكيد من شركة عزيزة للدواجن بقيمة 100 شيكل، شو بتحب تحكي لهم؟ أنا بقول لهم كل عام وأنتم بخير، وربنا يضل كل سنة وأنتم عايدين عليكم بالخير، وإلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام. الله يساعدك يا رب، كل سنة وأنت. كل عام والشعب الفلسطيني بخير وإحنا بخير، من غزة إلى نابلس الحبيبة، وكل عام وأنتم بخير يا الحبايب. عزيزة طبيعي أطيب. دائما وأبدا اربح مع عزيزة، وبقيمة قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من عزيزة مباشرة على السريع، بيعطيكم بدالها دواجن ومنتجات شركة عزيزة الرائعة. يسعد أوقاتك، كل عام وانت بخير ورمضان كريم. وانت بخير، الله أكرم يا رب. يسعدك، تعرفنا عن نفسك. محمد نجم من نابلس. سيدنا العزيز، بدنا نسأل سؤال وإن شاء الله تربح مع عزيزة دائما وأبدا العزيزة قسيمة شرائية. سؤالنا بيقول: من هو الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ يعني مشهور، يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعني كان في زي ما بنقول اهتز عرش الرحمن، يعني كان صعب موته على الجميع. والله يعني مش صحيح الجواب، بس غير صحيح غير صحيح. احنا بنتمنى انكم كنتوا تفوزوا معنا، ولكن للاسف الشديد بنكمل معكم في مشوارنا بالتاكيد في هذه اللحظات، ولا زلنا واياكم في محافظه نابلس، والمزيد المزيد من الاسئله والاستفسارات. مساء الخير، كل سنه وانتم سالمين، رمضان كريم. الله يكرم. الله يسعدك. بتعرفنا عن أمس. جهاد ابو حاشيه. اهلا سيد جهاد، احنا برنامجنا اسمه اربح مع عزيزه، تاخذ اذا ربحت وجاوبت صح قسيمه شرائيه بقيمه 100 شيكل من عزيزه مباشره، دجاج كبده، دجاج مقطع، دجاج كامل اللي بدك اياه. سؤالنا بيقول: من هو الصحابي الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ اهتز عرش الرحمن، دير بالك حفظوا الدرس، بطل حدا يجاوب من بعيد لانها بتروح عليهم. عمالي بتذكر، مر علي مش شغال جوجل. مر علي شو؟ سعد بن معاذ. الله عليك. غشها ولا ما غشيتها ولا لا؟ لا تعرفنا عنها. حذرتها. مين حذرها؟ لا حذرناها، مين حذرها؟ أمل اللي حكيت صح؟ طب تعال عرفنا. حمزة. حمزة، يا حمزة أنت رح تربح قسيمة شرائية من عزيزة بقيمة 100 شيكل، شو بتحب تحكي؟ شكراً لكم. شكراً لهم بالتأكيد، ودائماً أبداً إحنا مكمل معكم، والمزيد من الأسئلة والمزيد من الأجوبة والقسائم الشرائية مع شركة عزيزة للدواجن. عزيزة طبيعي أطيب. بدي أسألك سؤال، وإذا عرفت الجواب بدي أربحك قسيمة شرائية من شركة عزيزة للدواجن، تاخدي بقيمة 100 شيكل من عزيزة. إن شاء الله. إن شاء الله تربحي، تمام؟ نعم. السؤال بيقول: من هو الصحابي الذي ورد اسمه صريحا في القرآن الكريم؟ وصحابي وليس أنا. بعرف. عمر؟ لا. لا للأسف لا. فإحنا بنكمل معكم في المشوار.
اربح مع عزيزة. وسؤالنا بيقول يا سيد العزيز، بعد ما نحكي لك كل سنة وانت سالم بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعرفنا عنك. حمزة جبر. اهلا يا حمزة. اهلا يا حمزة. حمزة، البرنامج هو اربح مع عزيزة، في إلك قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل من عزيزة. والله أنا هيك ماسكة الأسئلة في وراي عشان بشوفوا الأجوبة، بنخاف نطلعك ماسكينها. السؤال بيقول، هو بيت شعري مشهور ومعروف، قم للمعلم وفه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، من قائل هذا البيت؟ بدون المايك مش محسوب، ما رح يفوز، ما رح ياخد قسيمة شرائية. مين اللي حكاها قصدك؟ والله ما عارف. بدنا اسمه، اسمه الصريح. شو خالتي بتعرفي؟ بعرفه بس ناسي اسمه. المعري اللي من دار المعري هذا اللي اسمين. أجاوب أنا. شو تفضل؟ أحمد شوقي. الله عليك، الله عليك، يعني جميل ورائع. تعرفنا عن نفسك؟ أيمن التكروري. أهلا وسهلا سيد أيمن، كل سنة وأنت سالم بمناسبة شهر رمضان المبارك. شو بتحب توجه لشركة عزيزة للدواجن؟ إلك قسيمة شرائية بقيمة 100 شيكل، شو بتحب تحكي؟ الله يوفقهم ويسر أمرهم، يعطيهم يرضى عليهم زي ما حكيت لك الحجة. كل عام وأنتم بخير. آمين يا رب. بالتوفيق إن شاء الله. تفضل هذه القسيمة الشرائية بقيمة 100 شيكل، وأكيد إحنا مكملين معكم في هذا المشوار، والمزيد من الأسئلة بالتأكيد، والمزيد من الجوائز من شركة عزيزة للدواجن. في هذه اللحظات إحنا وصلنا لختام حلقتنا ولقائنا لليوم. بالتأكيد بنحيي أهلنا في محافظة نابلس في هذه اللحظات على استقبالهم الرائع وتعاونهم، وإن شاء الله دائما أبدا رح نكمل معكم المزيد من الأسئلة والأجوبة. وأحيي بالتأكيد في هذه اللحظات والدقائق الأخيرة الزميل عبود زغلول من وراء الكاميرا وهيثم الصباريني. شكرا جزيلا لكم، أحييكم من أمام الكاميرا أنا وفاء زيدان، وإلى اللقاء.